ذاكرة عالم الكوميديا العربية والسورية لن تنسى الأبضاي الدمشقي الذي اشتهر في مسلسلات مثل صح النوم وحمام الهنا أبو عنتر، إلى جانب الثنائي لوريد لحام ونهاد قلعي. ناجي جبر المعروف بأبو عنتر ذرفت الجماهير دموعها ضحكا بفضل أدائه المميز، أغمض عينيه بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وأسلم الروح عن عمر يناهز 63 عاما في العاصمة السورية دمشق، فتساقط العمر مع بداية الربيع. ناجي جبر الممثل والكوميدي الذي ولد في 9 شباط عام 1940 في شهب سوريا، هو ابن عائلة فنية عريقة تربى وترعرع على حب الفن. بدأ حياته الفنية من خلال المسرح المدرسي الذي أطلقه لاحقا في عالم المسرح الكبير. خير شو فيه معجاج؟ الحين اللي شوف. شارك شقيقه الفنان محمود جبر مسرحيات عدة أبرزها سراديب الضايعين وترفيع استثنائي، ولعب أدوارا في مسلسلات تلفزيونية كثيرة بعضها درامي مثل أولاد بلدي وحكاية الليل وبيت جدي، كما شارك في العديد من الأفلام السينمائية منها غرام في اسطنبول مع الفنان القدير دوريد لحام. أبو عنتر الذي لطالما قال إن الفن يسري في عروقه أرغمه المرض على الاعتزال باكرا، وهو ما كان يرفض القيام به لأن رسالته الأولى والأخيرة هي رسم الابتسامة على وجوه الناس.